السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم اليوم حقائق صادمة، 10 معلومات غريبة عن العالم. مهما حاولنا اكتشاف العالم ومهما كنا محبين للاطلاع على ما يدور بداخله، إلا أن أسراره تبقى مسيطرة. فهذا العالم مليء بكل شيء، وهناك أسرار ستدهش أي شخص حينما يسمع عنها لأول مرة. تابعونا بعد الفاصل. اليوم ليس 24 ساعة، بل 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان. يكتشف كل سنة 2000 نوع بحري جديد. 10% من البراكين التي تقع فوق الكرة الأرضية تحدث في أعماق المحيطات. أبعد شيء التقط به صورة في العالم هو النجم في الفضاء، يبعد عن الأرض بمسافة 6 مليارات كيلومتر، وقد ظهر على شكل نقطة زرقاء باهتة. كمية الجليد الموجودة في القارة القطبية الجنوبية تعادل كل المياه الموجودة في المحيط الأطلنطي. يعرف العالم كل يوم عن 8,600,000 عاصمة برقية. يومياً يسقط على الكرة الأرضية جزءاً من الأقمار الصناعية التي تم تركيبها في الفضاء كقمامة، فانتبه. يسقط على الكرة الأرضية من الفضاء كل يوم ما كتلته 100 طن من غبار النيزك. 7% من مياه العالم فقط هي عذباء، فيما 97% منها مالح. 10% يعتقد أن مليون كائن بحري يعيش في المحيطات، ولم يكتشف منها إلى الآن سوى 33%. شكرا للمتابعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا في قناتكم المتواضعة. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر من قناة مستر سامو، ودمتم في رعاية الله وحفظه.